مظبوط. انت بتحلم بايه؟ بحلم في مجتمع افضل، عالم افضل، اكثر عداله، اكثر انصافا، اكثر مساواه. لحظه الكورونا في ظني كانت لحظه انكشاف تاريخيه كبرى، انكشاف البشريه الوضع البشر او البشريه وقسوه الراسماليه الشرسه في اداره شؤون الكوكب على مستوى البيئه، على مستوى صحه البني ادم، على مستوى اوهام حتى في الدول المتقدمه بان انه الانظمه الصحيه غير قادره على التعاطي مع وبعضها سقط. وبعضها سقط طبعا. وانكشف انكشاف وبان الوجه الرديء لهذه الرأسماليه مجرد انك تفترض بفكره انها يعني الكبار السن، طب ما يعني عدم الاهتمام بيهم. وده اتقال في ايطاليا وفي عدد من الدول الاوروبيه، قال ان احنا هنتخلص من كبار السن، هنتخلص العبء. قال لك عالم اكثر شبابا. بالظبط كده، وان القاره العجوز سوف تجدد شباب. فالوجه القبيح بان بتاع الرأسمالية، الأنظمة، وأنه الوهم الليبرالية الجديدة اللي احنا قادت العالم من 1980 تقريبا إلى يومنا هذا، أنها فشلت في حلمها هي أو ما وعدت به البشرية، أنها اللي هي تساقط الخيرات وكذا، يعني انتهى. وبان سطوة الشركات في إدارة شؤون العالم العابرة للقارات، أيوة. وحتى أنها أقوى من الأنظمة، الدول متجاوزة الأنظمة. متجاوزة الأنظمة. وده بان قوي في إدارة مسألة الأمصال وشركات الأدوية الكبرى والتنافسات بينها. فدي مسائل الحقيقة، ده انكشاف أنه العالم عليه أن يعيد النظر. العالم أكثر قبحا مما نتخيل. طبعا أن كل مساحيق التجميل العالمية فشلت بدليل إنه العالم اللي بيبشروا بيه هو عالم القلة، مش عالم الأغلبية، مش عالم أغلبية الكوكب، عالم القلة اللي هي قلة القلة اللي هي 1% مثلا. عالم الواحد في المية. فأنا أظن الإيجابي في القصة، يعني طبعا هو حاجة مؤلمة وبائسة، لكن الإيجابي في القصة هو الانكشاف، انها لحظة انكشاف وتجدد، انها دعوة الى انه العالم يجدد افكاره ويجدد تصوراته للمستقبل نحو عالم اكثر عدلا واكثر انصافا. اخشى ان انت تكون حالم في هذه الفكرة، لان فكرة ان العالم يجدد مراكز القوى العالمية تحكم. صحيح، بس الايجابي في القصة انه الحركات، ما اسميه بالحركات القاعدية المواطنية حتى في الغرب الاوروبي او المركز الغربي الاوروبي، يعني فرنسا مثلا على سبيل المثال في حاله احتجاج دائمه على مستوى القاعدي المواطني، وتنويعات والوان الطيف المختلفه، يعني مش بس اليسار، لا ده يسار ويمين وحركات بيئيه واحتجاجيه وكذا، كل دول يعني عملوا نوع من انواع زي ما بيقولوا تحالف او اللاينز بينهم وبين بعض في مواجهه الأنظمة اللي هي وعدت بأنه مجتمعاتها تبقى أفضل بعد الحرب العالمية الثانية. منذ الحرب العالمية الثانية بان أنه بعد مرور 60-70 سنة الآن أو أكتر، أنه العالم الوعود مع حد يعني وعود العسل واللبن وأنهار من العسل واللبن ليست لها. الفجوة بتزداد بين القلة الثروية والأغلبية. مش بس كده، انتهاك الكوكب البيئي واللي بيهدد مستقبل الكوكب نفسه، يعني في البيئه والمناخ والاحترار الحراري الى اخره. طبعا في ناس مش قادره تربط لسه لغايه دلوقتي بين الطمع الرأسمالي الشرس في انه بينتهك الثروات يعني والموارد هنا وهناك، وحتى القوى البازغه زي الصين مثلا على سبيل المثال دخلت في اللعبة الاستعمارية الامبريالية التاريخية، يعني في انها تروح اماكن وهنا وهناك وكذا، وتبتدي تنتهك الموارد والثروات بشكل غير طبيعي، لانها ما زالت بتستخدم الطاقة التقليدية، ومحدش قادر يعني حتى المؤتمرات البيئية يعني مش قادرين يعملوا اي التزامات تجاه القوى العظمى. هي دايما بتلتزم انها هتدفع فلوس قد كده وكذا، ما لم يحدث حتى الآن.